تستعد السلطة المحلية في محافظة حضرموت لاستقبال نجم البلدة السياحي باحتفالات جماهيرية في عموم المديريات الساحلية ومدينة المكلا على وجه الخصوص. الاحتفالات تأتي ضمن توجهات السلطة المحلية لتشجيع السياحة وجذب الاستثمار لحضرموت. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع. غادرت غيمة الصيف وغادر معها حرها وجوها المغبون ليخرج الناس في ولع وشوق ويحضنوا ساحل البحر العربي. هنا تبدأ حكاية حميمية بين البحر والإنسان الحضرمي، حكاية منسوجة منذ القدم بخيوط الانتماء لملوحة بحر المكلا والمشقاص. دخل موسم البلدة بأيامه الأولى، استعدادات مكثفة وتحضيرات جادة لاستقبال هذا النجم المميز واستغلاله في الترويج للسياحة في مدن ساحل حضرموت، واستقطاب ضيوفا من داخل المحافظة وخارجها ومحافظات مجاورة ليعيشوا تجربة الاغتسال بمياه البحر الباردة. طبعا يدشن في محافظة حضرموت في 15 يوليو مهرجان البلدة في محافظة حضرموت. هذا المهرجان الذي اعتادت المحافظة أن تقيمه كل عام، سيكون هذا المهرجان لهذا العام في عدد من المديريات في عاصمة المحافظة المكلا ومديريات بشكل عام الساحلية في المحافظة. الجانب السياحي سيكون في محافظة حضرموت له دور كبير جدا في خدمة ضيوف المحافظة القادمين من عدد من المحافظات. السلطة المحلية بالمحافظة هيئت البنية التحتية بشكل معقول لاستضافة القادمين وأبناء المحافظة بشكل عام لكي يحضروا الفعاليات بشكل لائق. فعاليات يتسيدها الترفيه ترتبط بالألوان البحرية، رقصات وأهازيج ومغان بصوت الدان واللحن الحضرمي، بالإضافة إلى سهرات ليلية على شاطئ بحر المكلا وأخرى رياضية تلوح جميعها نحو جعل حضرموت قبلة للسياحة والاستثمار. يتضمن هذا الحفل مشاركة فرقتين، فرقة للرقص الشعبي، وهذه الفرقة ستؤدي رقصة تتناغم مع هذا النجم البحري وهو نجم البلدة، يعني ستؤدي مثلا رقصة التجلوب ورقصة الكاسر، بالإضافة إلى ذلك أيضا ستؤدى هناك رقصة خاصة بزهرات مدينة المكلا. بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك جناحا خاصا بالخيمة البدوية مثلا التي سيكون في محتواها الكثير من المأثورات الخاصة بالتقاليد الشعبية. في المساء بإذن الله تعالى وتحديدا في العصر من الساعة 4 سيكون هناك كرنفال للألعاب الشعبية والرقص الشعبي. سيشارك في هذا الكرنفال كل المديريات التي تتموقع على ساحل حضرموت، من الريدة وقصيعر الذي سيؤدون رقصة جميلة جدا وهي رقصة الكمبورة إلى بروم ميفا، يعني ستؤدى في هذه أو في هذا الكرنفال رقصة العدة، رقصة المشعار، رقصة اللوعة وغيرها من الرقصات، وخاصة الرقصات التي ممكن أن تتناغم مع البحر. في ظل اهتمام السلطة المحلية بالخدمات وفق مبدأ الممكن والمتاح، لا تغفلوا عن إضفاء أجواء من الإيجابية في ظل دعم القطاع الخاص ووقوفه إلى جانب السلطة بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، لتكون حضرموت دائما عنوانا للسلام والأمان. صالح بن الأسود لتلفزيون حضرموت المكلا.